السلام عليكم الشباب. السنة دي وكالة ناسا كشفت عن أسرع كويكب في النظام الشمسي بتاعنا. ما تنسوش تشوفوا المصادر تحت، وما تنسوش الدعم، لايك وشير ومتابعة أو اشتراك. كشف عن صخرة فضائية بتبعد عن الشمس 12 مليون ميل وبتدور حوالين الشمس في خلال 113 يوم. الكويكب ده بيبلغ عرضه 3280 قدم، معروف باسم بي اتش 27 2021، طبعا 2021 لان تم اكتشافه السنة دي. طريق كاميرا الطاقة المظلمة اللي هي دي اي كاميرا في تشيلي. الكويكب ده بيواجه أكبر التأثيرات النسبية عمل أي جسم معروف في النظام الشمسي. تصل درجة حرارة سطح الكويكب ل 500 درجة مئوية، تم اكتشافه بالظبط في يوم 14 أغسطس. هو كويكب بياخد مدار إهليلجي للغاية، وزي ما قلت لكم ما تنسوش تشوفوا المصادر في الديسكريبشن. وبس، خلصت حلقة النهاردة، رب تكون عجبتكم. السلام عليكم.